مستر محمد مسلماني، ايه رايك في البطوله وفي المستويات اللي شفتها في المباراه اللي فاتت، وايه توقعاتك للمنتخب التونسي في هذه البطوله؟ بالنسبه للبطوله هي بطوله معناها ذو معنى احتكاك كبير لانه احسن الفرق موجوده. بالنسبه للمباريات الاولى ما زالت ما عطاتش حقيقتها لانه الفرق تعرف كل بدايه بطوله تكون صعيبه البدايه نتاعهم. الحقيقه باش تكون بعد في المقابلات القويه كما اليوم تونس والكاميرون، واحنا كما تعرف ان جينا لهنا باش نكونوا من الاولين. طيب وقوع تونس في المجموعه الاولى الصعبه ده يصعب شويه المهمه، هو اللي يحب يربح البطوله هذه لازم يكون محاضر من البدايه. بون احنا ممكن نجموا تكون احسن كما الفريق المصري والفريق الجزائري، فما تحسين مستوى معناه بشويه بشويه، ولكن وصلنا جينا قدام امر الواقع لازمنا نتعاملوا معاه. بالتوفيق ان شاء الله. عايشه.